صوص الباربيكيو. يلا تمام بالعربي. حط زبده. انت كان في لبن على النار وحبهانه. ما خلاص ما انا حطيت اللبن. عملت زبده ودي ورحت حط عليه تقل شويه شلته وهقلب في المكرونه. يلا بس ايه بعد ما اخلص ده. ايه معناها دي يا شيف الاكله؟ يعني في ناس حابين يعرفوا الفراخ الباربيكيو دي. الفراخ اللي احنا عملناها دخلناها الفرن. صوص الباربيكيو بقى بيبقى كاتشب عسل اسود. ايوه هو اكله سويت اند ساور. حلوه السويت اند ساور. كاتشب عسل اسود باربيكيو. فلفل كيوب. بصل كيوبس. مرقه بس كده. انا دلوقتي نزلت بالزبده. نشوف فيه سوري في حاجة على وشك. دي اي نزلنا كده بالايه؟ طب قال لي واخد عايزين نطلع دي الزبدة تعمل. حلاوة دي. نزلت بالبصل. ننزل بالايه؟ بعد كده بالفلفل. ما بخليهمش يستووا. انا عايز فيهم اللي هي ايوه الكريسبي. مش عايز مساعدة يا شيف؟ نعم. خدتي بالك انت من الحركة دي؟ لا. ايه رأيك؟ لا مساعدة. انا عايز ليدر. خدتي بالك انت من حركة ال بصي. ايوه دي بقى شغلة الرجالة بجد يعني. انا خايف اعمل حاجة. لسه شوية على الحركة. مساعدة انا موجودة يعني بعد الحلقة. يا شيف مش محتاج حد يتذوق الطعام. ده انا. بصي واحد عايز يساعدك واحد عايز يدوق يعني. بعد كده هنزل بالكاتشب. ايوه. طب احنا عايزين نشمر بقى عشان ناكل ونستعد النهارده. شويه عسل اسود. الله. بس العسل الاسود ده ما يبانش بقى المزازه بتاعته. عارف بيبقى ليه ده بيكسر اللي هي المزازه بتاعت الكاتشب. ايوه باربيكيو. ايوه ده طبعا الستار بتاع الاكل النهارده. ده عشقي بصراحه. ايوه شغل فاخر، شغل مطاعم يعني. طبعاً.